أهلا بكم. عندنا النهاردة درستي سمعت في اللغة الإنجليزية بعنوان at the supermarket، يعني في السوبر ماركت. at the supermarket، أول حاجة نشوف عندنا هنا conversation time، وقت المحادثة. عندنا المحادثة الأولى، may I borrow a pen، هل بإمكاني أو هل أستطيع أن أستعير قلم؟ الثاني بيرد بيقول sure، بالتأكيد sure، here you are، تفضل. may I borrow a pen، sure here you are. في الثاني من دلوقتي بيرد بيقول thanks، شكرا. may I borrow a pen، sure here you are، thanks. نيجي عند المحادثة الثانية، عندنا what is that، لما اجي اسأل مثلا عن حاجة انا مش عارفاها فبقوم قايله what is that، ما هذا. فالتاني بيجاوب بيقول It's pizza، إنها بيتزا. أول حاجة بقى هنا عندنا الـ word time، عندنا كلمة apples، يعني تفاح apples، وعندنا بعديها كلمة oranges، يعني برتقال، وعندنا bananas، يعني موز bananas، وعندنا كلمة cucumbers، يعني خيار cucumbers، وعندنا potatoes، يعني بطاطا potatoes، potatoes، وعندنا كلمة carrots، يعني جزر carrots، carrots، carrots. نيجي بقى هنا عند البراكتس. طيب عندنا هنا do you like apples، هل تحب التفاح؟ هنا do you دوت الفعل المساعد بنبدأ بيه، أول ما بنسأل بيه بنجاوب يا بيس يا نو. فلو هجاوب يس هقوم قايلة yes I do، ويو هنا بنحولها لآي، يو بنحولها لآي، وبنعمل ايه؟ عملية المقص، بنعمل عملية المقص، ويو بنحولها لآي، يو بنحولها لآي، يبقى I do، yes I do. وعندنا بعديها هنا no I don't، لو انا هقول لأ يبقى no I don't، وضفنا هنا نوت لان انا بقول نو no. اول ما تيجي نو no يبقى نوت، اول ما تيجي نو no يبقى نوت، يبقى عندنا yes I do، no I don't. وعندنا don't بتساوي do not، don't بتساوي do not، يعني don't ديت هي اختصار do not. نيجي هنا عندنا الفونكس تايم، عندنا الشورت ايه، عندنا في الفونكس تايم الشورت ايه اللي هو لما نيجي ننطق حرف الايه بنقوله قصير. عندنا كلمة ant يعني نملة، هنا احنا قلنا على طول ant، مقلناش ant لا قلنا ant. وعندنا كلمة bag يعني شنطة، يبقى ant bag. hat يعني قبعة، hat. وعندنا map يعني خريطة، يبقى عندنا ant وbag وhat وmap، and bag hat map. نيجي هنا عندنا السؤال بتاعنا، عندنا read the question and write the answer، read the question and write the answer. عندنا السؤال do you like potatoes، هل تحب البطاطا؟ yes I do، لو محبهاش no I don't، انا بقى بحبها yes I do. وعندنا do you like carrots، هل تحب الجزر؟ انا بحبه اقول yes I do، ما بحبوش no I don't، مش اقوم قايل no I don't. يبقى احنا كده علمنا في درسنا دوت we learned conversation، عرفنا المحادثة، we knew words الكلمات الجديدة، وعرفنا question in present simple، احنا عرفنا السؤال في present simple، و phonics time اللي هو short a، عرفنا ال a لما ننطقها قصير. الكلمات الجديدة عرفنا فيها الخضروات وبعض الفاكهة، عندنا في الخضروات البوتيتوز و الكيوكمبرز، و عندنا ابل و اورانج، وعندنا بانانا، وعندنا كارو. وبكده نكون خلصنا درس النهارده، ونقابلكم في درس جديد مع نفهم نتعلم ببساطه.